النهاردة فيديو تعليمي ان شاء الله علشان تعلموا تزرعوا ازاي من البذور. الناس اللي عندها مشاكل في زراعة البذور، انا زرع من البذور وعندكم يعني الانتاج اهو زي ما انتم شايفين، فلفل، كزبرة، خيار، كزبرة، طماطم، شاي ازرق، بامية، عنب، لوبيا، فلفل احمر، وهنا في كانتالوب تقريبا، هتة ايوه، طماطم دي عمر شهر ونص بالظبط، انتم شايفين مطلعه طماطم جديده اهي، كاليوس كاليوس كاليوس، كروم، شاي ازرق، ومطلع ورد اهو كمان طالع من فوق. لو فاكرين عملنا فيديو بطريقه نقله وطالع لحد فوق هنا اهو. عنب زي ما انتم شايفين، ذره، اي حاجه ممكن تتخيلها ممكن تزرعها، رمان، باشون فروت، ليمون اهو، باشون طالع لحد فوق اهي، يعني بقى المفروض تظهر اليومين دول، زعتر، فلفل. تابعوا بس الفيديو يا جماعه وتعلموا طريقه الزراعه بالظبط عشان ما حدش يتعب في زراعته ويزهق ويقول لك انا زهقت من الزراعه، انا مش عارف ازرع. زراعة اسهل منها مفيش، بس محتاجة صبر، اهم حاجة اننا نصبر. وادي كزبرة اهي، واستغلت هي مزروعة جنب بلاك بيري، زرعت زرع بلاك بيري وجنبه زرع كزبرة، يعني الكزبرة تكبر ممكن اشيلها والبلاك بيري يكمل يعني، بس على ما يكبر يكون الكزبرة ايه خلاص يعني ممكن ابقى اشيلها. الموضوع بسيط جدا، وانا شايفين الزرع قدامكم هنا اهوت، كل ده فوق البيت في اوضة واحدة، جميع الانواع اللي ممكن تتخيلها، وزرعت لكم في كوبايات عشان تتعلموا ازاي تزرعوا. وفيديو بعد دوت على طول هتشوفوا الحاجات اللي انا زارعها اهي، زي ما انتم شايفين كل حاجه في كوبايات اهي، منبتها كل حاجه اهو، دول لسه مزروعين النهارده، هنصبر عليهم بالظبط اسبوع ونتفرج عليهم مع بعض عملوا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يا جماعه انا هشرح لكم فيديو جديد، لان شايف معظم الاعضاء زرعوا والزرع بتاعهم يعني ايه ما نجحوش في الزراعه، فاحنا النهارده هوريكم طريقه زراعه مجموعه انواع وهنتابعها مع بعض لحد ما تنبت معانا. انا زرعت شاي ازرق من حوالي 4 أو 5 ايام، وده شكله بالطريقه لسه بينبت اهو. طيب هنزرع ازاي؟ احنا محتاجين عشان نزرع محتاجين كوبايه هنكتب عليها الاسم والتاريخ، كوباية شاي اللي هي دليفري، كيس كله على بعضه حوالي 15 جنيه أو 10 جنيه. محتاجين مع الكوباية محتاجين تربتين، ونملى تلتين الكوباية طين. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هنجيب مية وندي الكوباية مية لحد ما المية تقف في الكوباية بالطريقة دي كده اهو. كده المية وقفت في الكوباية. طب محتاجين ايه بقى؟ محتاجين بذرة شاي او اي بذرة من اي نوع بالطريقة دي كده، نفتح الكيس ونحط البذرة كده، ادي بذرة اهي جوه الكوباية ونحطها في النص كده. طيب محتاجين يبقى نغطيها بشوية بطمس، هي التربة الخفيفة بالطريقة دي كده، نغطي كويس
باخد ميه عليهم. دي كده الفكرة، وهنسيبها من حوالي 4 أيام أو 5 أيام لحد أسبوع بالطريقة دي كده. كل ما نلاقي التربة بدأت تنشف هنرش عليها شوية مية، ما نشفتش خليها زي ما هي من غير ما نرش عليها مية، لأن كتر المية بيبوظ بيموت أي بذرة مهما كانت. طيب نجهز بيت الكوبايات ونشرح مع بعض تاني. طيب نكمل مع بعض. أنا مليت بيت الكوبايات تربة، تربة دي من أي أرض زراعية، وهنزرع البذرة تانية من الشيا الأزرق بنفس الطريقة دي كده. هنحطها في قلب الكوباية كده ونغرزها على بسيط، نجيب شوية بطمس ونغطي وعليها شوية مي. ادي كده خلصنا من الشاي الازرق. نزرع، انا كاتب على الكوبايات ومجهزة نعناع ايطالي. النعناع الايطالي هنعمل نفس الطريقة كده، هنسقي مية ممكن نزرع النعناع الايطالي في اي تربة، مش شرط يعني تربة البطنس، ممكن نزرع في طين بس يكون التربة تربة خفيفة بالطريقة كده. شايفين عاملة ازاي؟ تربة خفيفة، يعني ايه حواباتها صغيرة، مش حجارة كبيرة زي دي كده يعني، او نكسر نجيب تربة زي كده ونكسرها. ممكن نزرع فيها زي ما احنا عايزين. ده النعناع الايطالي. الكيس بقى فيه مثلا ايه حوالي من 50 ل100 بذرة. انا مش محتاج من القصة دي غير بذرة واحدة، يعني الناس اللي بتشتكي تقول لك البذور جاية لي قليلة، لا مش قليلة ولا حاجة، ده انت عندك هنا في الكيس حوالي 100 بذرة يمكن اكتر كمان، وانت مش محتاج من كل ده غير بذرة واحدة. عايز تكتر براحتك، عايز تزرع في كل قصيص بذرتين تلاتة اربعة خمسة براحتك، بس هي الفكرة كلها ان بذور النعناع صغيرة جدا، انت ما تشوفهاش كمان، انت يعني ايه صعبة حتى في تعبيتها. فهنحتاج ايه؟ هنحتاج بذرتين تلاتة من النعناع الايطالي بالطريقة دي كده. ونفضي ونحتفظ بالباقي. يعني انا نزلت حوالي 20 بذرة في الكوباية، نحتفظ بالباقي لاحتمال محبش حاجة تنبت عندنا، او احتمال التربة تكون غير صالحة، او نزرع نسقي مية كتير. هنعمل كل اللي نعمله، هنحط البذرة ونغطيها بالطريقة دي كده، ونخلي عندنا ايه بذور امان لينا، ونرش مية كده. والري بعد كده كل ما التربة تنشف او النبات ينبت معايا، كل ما تربته تنشف اديله مية، ما نشفتش ما ادلوش مية. مش المية كل يوم والري كل يوم بيموت اي بذرة مهما كانت، لو البذرة نبتت بيموتها. طب نزرع ايه بعد كده؟ ريحان احمر. ريحان احمر اهو، الكيس فيه حوالي 50 بذرة، مش محتاج منه كنفس الطريقة غير بذرتين اتنين او تلاتة. هجيب بذرة الريحان واخد منه كفايتي منه، انا واخد منه حوالي 10 بذورة. هنجيب الاول نروي القصيص بالمية، الكوباية بالمية، ونوزع بعد كده بذور الريحان على سطح على سطح الكوباية. احنا ممكن نشتله بعد كده شتلات، يبقى احنا زرعت 10 بذور اهم، هنوزعهم عشان ميبقاش جنب بعضهم، نعرف بعد كده واحنا بنشتل او احنا بننقل نطلع الجذور بشحتة الطينة جواها عشان ما تاخدش هوا مني وتموت. اهو نغطي ورشة مية عليه. خلصنا كده الريحان الاحمر. طماطم جلد النمر هنعمل ايه؟
طماطم جلد النمر. انا عندي في الكيس حوالي 4 بذرات. طيب انا ممكن ازرع 2 وممكن نخلي الباقي ليا في وقت تاني، بس انا ايه افضل ازرع الاربعه مره واحده. طب ازاي؟ نفس الطريقه اللي زرعنا بيها قبل كده، هنكمل فكره واحده في كل حاجه. يعني احنا مش بنعمل اختراع، هنسقي ميه جامد لحد ما التربه تشرب ميتها، نعطينا ميه بزياده. حسيت ان في ميه بزياده هنعمل ايه؟ اهم حاجه تكون عندي التربه ايه متماسكه كده شويه، ما تبقاش طريه قوي فيها ميه كتير عشان البذره ما تموتش مني. وادي البذور بتاعه طماطم جلد النمر. نوزعهم على على سطح القصيص. تقريبا بذره وقعت مني يا اما في الكيس، لا مفيش حاجه، ما علينا، وقعت في القصيص في الكوبايه. هنعمل ايه؟ هنغطي بشويه بطمس من فوق وشويه ميه كده. طماطم جلد النمر، طماطم صفرا، طماطم صفر، طماطم صفر عندي 5 بذرات، ممكن ازرع الخمسة وممكن ازرع 2 واخلي 2 زي ما انا عايز. ان في اكياس بتبقى جاية الكيس فيه نص جرام وفي كيس مثلا 5 جرام، فعلى حسب الكمية والوزن من ايه بنوزع البذور. طماطم صفر خلصنا، ده رشة مية كمان. نحافظ احنا بنرش، ما نحاولش نحرك البذرة من مكاننا عشان ايه ما يزنق الجذور ما تزنقش ببعضها. طيب ايه تاني؟ طماطم شيري. مشكلة كل الناس مش عارفة تزرع طماطم الشيري. طماطم الشيري اسهل منها، مفيش زراعتها مفيش. لو واخدين بالنا انا زراعها هنا، شايفين طالعة عاملة ازاي؟ دي بقى لها مثلا اسبوع او 8 ايام اهي طلعت شغالات. ونفضيها على سطح القصاص بالطريقه دي كده. اهي البذور جوه، نوزعها كويس بحيث ان كل بذره تبقى في جنب في مكان، مبقوش طالعين ايه جنب بعض. شويه بطمس عليهم وبرده شويه ميه. انا بشرح لكم الطريقه ديت عشان محدش يشتكي بعد كده انه مش عارف يزرع كده، تطلع لوحدها من غير ما. بس اهم حاجه عندي ما تحطش ميه كل يوم، كل الميه كل يوم غلط. ميه كل يوم لو البذره نبتت الميه تموت الجنين جوه البذره، ما يموت حتى لو منبت. فاحنا اللي بنعمله احنا الري عندنا عند جفاف التربه، بحيث ان التربه ناشفه خالص اروي. غير كده مش كل يوم ميه، كل يوم ميه دي غلط، غلط كبير جدا لاي بذره. طماطم، فلفل شط، فلفل شط، ده فلفل شط. الكيس فيه حوالي مثلا ايه 30 بذرة، انا محتاج منه بذرتين 3 بالكتير اهو.
البذور اهي، كل اللي هنعمله هنوزعهم على ايه، على سطح الكوبايه بالطريقه دي كده، بحيث ان البذور ما تكونش جنب بعضها، جنب بعضها البذور هتمسك في بعضها. شويه بطمس عليهم، البطمس تربه خفيفه، يعني لو البذره نبتت من فوق البطمس تساعدها انها تنبت وتطلع اسرع، تشق وتطلع، انما لو التربه تين من فوق التين ممكن لما تنشف ما تخليش البذره تعرف تنبت او تطلع البراعم بتاعتها الجديده. طيب عايزين ايه، نزرع باذنجان، وضروري دايما لما تيجي تزرع في حاجه اكتب عليها اسمها عشان ما تنساش، لان مع الوقت كده كده هتنسى، فتكتب الاسم والتاريخ بالطريقه دي كده. يعني مثلا باذنجان تاريخ كام؟ 13/7/21. انا هنتابعها كمان اسبوع، هصورها لكم برده وتشوفوا ايه اللي حصل وايه اللي تم في الزراعه. هنا الباذنجان، باذنجان اهو، الكيس فيه حوالي 100 بذره بالطريقه دي كده، محتاجين منه بالكتير قوي 4 بذور او 5. كل الانواع دي ما في وقت زراعتها دلوقتي، يعني عايز تزرع ازرع نزل كتير. طيب انا ايه، هنزرعهم برضو. غطي البطمس ونديله ميه، وتابعوا معايا، انا هصور لكم الحاجات دي تاني عشان تتفرجوا عليها تشوفوا ايه اللي حصل ونبتت ولا ما نبتتش. عشان اقعد امشي كنت لك البذور ما بتنبتش، البذور فيها مشاكل، انا بزرع قدامكم اهوت عشان تعرفوا مفيش مشكله في البذور، المشكله في طريقه الزراعه، تغير طريقه زراعتك، لان انت ما غيرتهاش مش هتنفع تزرع تاني، لازم تغير طريقه زراعتك. ده مكتوب عليه ايه؟ فلفل قزمي، فلفل، هو الفلفل القزمي اهو. عندي منه نوعين، نختار اي نوع نزرعه. بالطريقة دي كده نفضيها على سطح الكوباية ونوزعهم، ونغطي البطمس ورشة مية. ادي كده الفلفل القزم. طيب نزرع ايه تاني؟ فلفل القزم النوع التاني. واي حد يا جماعه محتاج تربه طين يكلمني، ابعت له تربه طين هديه مني، يعني اللي عايز تربه طين ما عندوش يكلمني ابعت له شحن، بس مش اكتر من 2 كيلو، لان الشركه بتقول لك الشحن كتير، الوزن بيتكلموا في الوزن. عايز لحد 2 كيلو ممكن اوفرهم لك مجانا عشان تزرع. المبادرات دي كلها عشان تعلموا تزرعوا وتعرفوا الزراعه عامله ازاي. وبعدين اهم حاجه في الزراعه عايز صبر، يعني مش انت تزرع النهارده عايز الزرعة تطلع تطرح بكرة وتاخد منها، لا صبر واصبر عليها، ممكن يجيلها امراض، ممكن يجيلها اي حاجة، لا انت برضو خلي بالك طويل واصبر على زرعتك لحد ما تكبر. فلفل احمر، فين الفلفل الاحمر؟ الفلفل الاحمر اهو، فض الكيس ونوزعه زي ما اتفقنا، ونغطي البطمس ورشة ميه.
طيب في ناس عندنا تاني هيليوم. طبعا الناس ما اعرفش ايه الهيليوم دوت، ولا انا كمان ما اعرفوش. هو نوع من انواع الخضار تعمل على السلطه الله اعلم. انا ازرعها معاكم لاول مره عشان نجربه مع بعض برضو. دي بذور الهيليوم زي ما انتم شايفين بالطريقه دي كده، الكيس فيه حوالي مثلا 30 بذره. محتاجين منهم الهيليوم بذوره يعني حاسس انها عامله زي الكرنب كده ناشفه، عايزه الميه يكون فيها زياده عشان البذره تبوظ. ازاي هنزرعها؟ هناخد في كل قصيص بذرتين ثلاثه كده، انا ازرعه كله بقى مش فارقه. نغطي البطمس ونرش عليه ميه. كده احنا زرعنا معظم الانواع اللي موجود عندنا. في ناس بقى تقول لك انا عايز ازرع كزبره. ازاي كزبره؟ كزبره يعني. شايفين ده كزبرة مخصصة للزراعة. طب نزرعها ازاي؟ نفتح الكيس. والكزبرة والجرجير والحاجات دي بتحتاج قصيص كبير عشان تزرع فيه، محتاجش مثلا تعمل شتلات زي البتنجان والفلفل والطماطم والكلام ده، بتحتاج حاجة كبيرة تزرع فيها عشان هي بدلناها ثابتة بتتنقلش يعني. طيب قبل ما نزرع الكزبرة عايز اوريكم ايه، هنزرع جرجير مع بعض. ده جرجير ايطالي. نكون مجهزين القصيص بتاعنا بالطريقة دي كده، ونكون تربطه طريه، نرش عليه ميه، وتابعوا معايا هنزرعه ازاي. جرجير اهو هنوزعه على وش القصيص بالطريقه دي كده. الجرجير من انواع اللي تقعد 3 ايام او 4 ايام وتلاقيها منبته معاك، ونغطي ورشة ماي بالطريقة دي كده. تلات أيام وهتلاقي الجرجير مربت معاك، تلات أيام بالظبط. طيب نزرع الكزبرة بقى عشان ايه نتعلم نزرع الكزبرة ازاي. الكزبرة زي ما احنا شايفين بتيجي بالطريقة دي كده. تابعوني برضه هنتابع نعمل مع بعض. طب احنا بعد ما زرعنا مجموعة البذور ديت هنزرع كزبرة. كزبرة محتاجين لها قصيص يكون مروي قبلها بميته عاملة ازاي؟ طين. انا مش بزرعش غير في طين بس. مروي قبلها وطين. هنعمل ايه؟ هنجيب الكزبرة على وش القصيص بالطريقة دي كده. وبراحتنا ممكن نكتر يعني. عندك قصصين تلاتة أربعة خمسة، ازرع زي ما انت عايز. هنتابع برضو كزبرة مع بعض وطريقة زراعتها ازاي. رشناها على وش القصيص، هنبدأ نغطي بإيه؟ بتربة خفيفة بالطريقة دي كده. هنغطيها علشان تنبت. غطينا كويس بالبخاخ وعلى وش القصيص ونعمل كده. واي بذره بقى مش متغطيه نغطيها بطريقتنا زي ما احنا عايزين، بحيث ان هي لما تتغطى هتنبت. الكزبره بتقعد من 10 ل 15 يوم عشان تنبت في الشتاء، وفي الصيف من اسبوع ممكن بعد اسبوع تنبت. انا زراعها جنبها وبتاع كزبره هنا، شايفين دي كزبره ودي كزبره، وهنا فلفل باميه اهي.
نعناع سعودي، شاي ازرق.